تحية خالصة لكم ولقائنا متواصل ومستمر، وكرحبوا بالجميع. غنمشيو مباشرة ناخذوا معنا للا أمينة من فاس. صباح الخير يا للا. للا أمينة صباح النور. صباح الخير أمينة. أمينة كتسمعينا؟ معك سمية. مرحبا للا، تفضلي. جزاك الله خير بغيت نهضر مع استاذ احليلي. اكيد مرحبا تفضلي. مرحبا للا سمية، مرحبا. شكرا الله يخليك، بارك الله فيك. شكرا لك استاذ. مرحبا مرحبا. بارك الله فيك. جزاك الله خير بغيت نسول على واحد الصديقه ديالي عندها عندها الحساسيه. عندها الحساسيه ديالاش؟ ديالاش يا سمية عندها الحساسيه؟ حساسيه ديال الجلد. اها. ومنعت عليها سميتها الدكتوره، منعت عليها الماكله ديال الحليب والمشتقات ديالو، البيض، اللحوم الحمراء، وسميتها والخبز كامل، الخميره ديال سميتو الخميره العاديه اللي كنديرو حنايا ديالنا منعتها عليها. بخير بغيتك تعطيني شي حاجه هكا تقدر فيها، حيت ما خلات لي الله المعجزات. واخا نجاوبك ان شاء الله. مرحبا مرحبا، نجاوبك ان شاء الله. شكرا بزاف. مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل. اي واحد الحاجه، واحد النقطه نسيت ما شرتلهاش، باش نكونوا كنهضروا في الجانب العلمي. بالنسبه للناس يقدروا يسولوا اختي سكينه، دابا الانسان ما ترى جالس كيفطر دابا وكيتصنت لنا في برنامج الصحه والسلامه، واش السمع الو بحال التليفون؟ العكس تماما. إذا كنت دابا جالس وكتسمع الميد راديو ولا كتسمع البرنامج الصحة والسلامة، السمع مختلف تماما عن الصورة. وبالتالي لما نكونوا جالسين وكنتصنتوا لا راديو، لأن شوف سبحان الله العظيم، حتى في القرآن الكريم دائما الله سبحانه وتعالى كيهضر على السمع والأبصار. وبالتالي السمع مخالف تماما، يعني أنا نقدر جسمي يستمتع بالأكل وأنا كنسمع. علاش؟ لأن معروفة هذه، كنكونوا جالسين مع بعضياتنا جماعين، يعني راه كنسمعك وكنسمعني. أنا أتحدث عن معالجة الدماغ للصورة ماشي للصوت. الصوت بيان سور ما خصوش يكون صداع، ما خصوش يكون هذه. أما مثلا جالس كنتصنت مثلا وكناكل، بالعكس هذه مسألة راه كيعرفوها الناس. بعض المرات الإنسان كيبغي مثلا يرتاح، كيمشي للطبيعة. لما كتكون جالس في الطبيعة علاش كترتاح؟ حيت كتسمع أصوات مريحة، وبالتالي يقدر الإنسان يسمع البرنامج، يسمع السمع، كنهضر على السمع. أما الصورة، التلفزيون، شي حاجة هكا، التليفون، هذه كلها كتماشى مع الطرح اللي هضرنا فيه في الأول. فيما يخص الحساسيات، كنا درنا حلقة على الحساسيات. شوف الحساسيات ما كنديروش الاحتمالات، الحساسيه كنديروا لو تيست. انا نحيد هذا الغذاء كندير لو تيست. درت انا لو تيست، عطاني حساسيه ديال الحليب والمشتقات ديالو، غنزول انا الحليب والمشتقات ديالو. بالنسبه لي الحليب والمشتقات ديالو الناس اللي عندهم الحساسيه كنزولوه، سواء كاينين ولا ما كاينينش. علاش؟ لان كيعطينا الكازينومورفين، والكازينومورفين كتاثر على الناس اللي عندهم حساسيات. شنو هي الحساسيه؟ حساسيه سميتها حساسيه، يعني حساسية ماذا تجاه ماذا؟ حساسية الجهاز المناعي تجاه جسم غريب، تخرج إما في الجلد أو لا في العين أو لا في الأعضاء كلها، على شكل واحد تمظهرات ديال ارتفاع الهيستامين. باش يشمين كيكون عندك حساسية كتاخد دي زونتي هيستامينيك. شكون الناس اللي كتجيهم الحساسية بزاف؟ خذوا الناس اللي عندهم جميع، أقول جميع انواع الحساسيات. الا رجعتوا للحلقه ديال الحساسيه غتلقاو عطيتكم واحد لانفورماسيون مهمه جدا. جميع الناس اللي عندهم الحساسيات عندهم النفاذ ديال المعويه، ليبر بيرميابيليتي انتستينال، او الارتشاح الامعاء. لان الجسم الغريب ما يمكنش يدوز الا كان ارتشاح الامعاء. واحد الماده سميتها، لان بعض الناس كيقول لك لا ما عرفناش السبب، سبب معروف، واحد المادة سميتها لازونولين، هي اللي كتشد لنا الأمعاء، كتزيرهم، كيتسموا لي زونتيروسيت. هاد لازونولين مع الأكل، مع الحلويات، مع المحليات، مع المقليات، مع هاد النمط كتضيع، كيوليو الأمعاء مفتوحين، الخلايا المعوية كتبعد على بعضياتها، كيدوزوا بروتينات هكاك. كيف ما هي؟ لأن البروتين في الجسم عنده قاعدة تقول أن البروتين يجب أن يتحول بحال العقيق، يجب أن يتحول إلى ذاك الكويرات ديال العقيق، هذوك هما الأحماض الأمينية، ما خصوش يدخل هكاك.
مي كيلقى نفاذية معوية كيدخل هكاك، من هالجلوتين كيعطينا الجلوتينومورفين، من هالكازيين كيعطينا الكازومورفين، منها مثلا بروتين. علاش كتلقى اختي سكينة حساسية البيض كاوكاو الحليب؟ علاش؟ حيت البيض فيه بروتين الألبومين، الحليب فيه بروتين الكازيين، القمح فيه بروتين الجلوتين، بروتين كيدوز هكاك كتجي المناعة كتصاوب، كتلقاه أونتيجين، كتصاوب دي زونتيكور، كتطلع الهيستامين. واخا كاين الناس اللي عندهم هاد المشكل ولكن ما عندهمش حساسية، علاش خصكم تركزوا؟ خصكم تركزوا على واحد المادة اللي الجسم كيفرزها. مثلا انت، انا مثلا انسان ما عندوش حساسية، واللي كيخليك ان ما عندكش حساسية هو وجود داك المادة اللي كياخذوها الناس اللي عندهم الحساسية ولكن انت عندك بشكل طبيعي، الكورتيزول. فوقاش كتعتمد انت على الكورتيكويد؟ مي ما كيبقاش جسمك يفرز كورتيكويد. فوقاش كتعتمد على لي زونتيبيوتيك؟ مي ما كيبقاش جسمك يفرز دي زونتيبيوتيك. فوقاش كتعتمد على لي زونتي هيستامينيك؟ انت دابا ولا المستمعين اللي كيتصنتوا لنا، علاش ما عندكش حساسيه؟ انت عندك دي زونتي هيستامينيك، غير هذاك اللي عنده الحساسيه كياخذهم اكزوجين على شكل دواء، وانت عندك في الجسم ديالك اندوجين كيتسمى الديامين اوكسيديز اولا الهيستاميناز. هيستامين هيستاميناز يعني داك ا اس او هو انزيم كيقطع لنا الهيستامين. شكون اللي كيخلي لنا الهيستامينز ينقص؟ الخبز الابيض، المواد المصنعه، الغذاء خارج الموسم ديالو. عقلوا عليها مزيان. مثلا الافوكادو، الافوكادو افوكادو فيها الهيستامين طالع. الناس اللي عندهم الحساسيه خصك ما تسلمش على الافوكا. يعني الناس دابا كيقولوا افوكادو قيمه غذائيه، نهضر على البطيخ، نهضر على العنب، نهضر على المشمش، نهضر على الخوخ، نهضر على الشهديه، نهضر على البرقوق، هادشي اللي عندنا حنا. واخا هادوما ما فيهمش الهيستامينات. دونك شنو اللي كاين؟ اللي كاين هو ان الغذاء المصنع، الغذاء المكرر، الغذاء فيه المواد المصنعه كيعطينا سكون نابيل هيبر لوكوسيتوز ديجستيف. هذه هي المرحله اللي كتسبق الحساسيات. وبالتالي اي واحد عنده حساسيه شنو دير؟ بعد على المواد المصنعه، ماء يكون جيد، الغذاء تاخذ الغذاء قدر الامكان ما يكونش ترانسفورمي، يكون باقي هكاك خام يعني جاي من الطبيعة. واخا نبعدوا الأغذية المصنعة، نديروا الخبز ديالنا، نديروا الخبز بالخميرة البلدية. علاش؟ لأن الخميرة البلدية هي اللي غتخلي لك دار لك لا كوريكسيون، وهذيك الأمعاء ما يبقاش عندنا داك ارتشاح الأمعاء، ولا كوريكسيون صحيح ديال الحساسيات دائما كيبدا من الأمعاء. راه تقدروا توصلوا في لو تيست ديال الحساسية، اللائحة كلها ما يبقى لك ما تاكل. هي السيدة بحيد الخبز، بحيد اللحم، بحيد البيض، بحيد الحليب، بحيد، راه توصل لواحد اللحظة غتلقى الماء فيه حتى هو كيدير لك حساسيه، حيدو حتى الماء. إذن علاش واحد كياخذ البيض ما كيدير له والو، وواحد كياخذ البيض كيدير له حساسيه؟ واش المشكل في البيض؟ لا، مشكل في لو تيغان، مشكل في الشخص. وبالتالي هادي شحال كنتي كتاخذ البيض ما كان يدير لك والو، ارجع لهادي شحال، دير لا كوريكسيون، قاد نظامك الغذائي، قاد نمط الحياه ديالك، حاول تشوف اللي كيطلع الديامين اوكسيديز هو النوم المبكر، هو الاستيقاظ المبكر، هو الصيام، هو التغذية، هو نمط الحياة الجيد اللي فيه الترفيه اليومي. أنا بالنسبة لي كل إنسان الآن يحط يكتبها، أنا في النهار شنو هي محطة ديال الترفيه؟ واش الجلس مع الوليدات؟ واش الجلس مع زملاء العمل؟ واش ندير شي حاجة زوين؟ كل في نهارك، في نهارك راه ما يمكنش نعيشوا روبوات، راه ما يمكنش نتسنى تيجي السبت. خصني كل نهار نعم نقوم بالعمل ديالي، ومن دواعي اتقان العمل انني هاد الترفيه خصني نعيشه. كاين اللي عنده الترفيه يهضر مع الوالده، كاين اللي عنده الترفيه يهضر مع الوالد، كاين اللي عنده الترفيه يخرج مع الوليدات، كاين اللي عنده الترفيه يلعب الشطرنج، كاين اللي عنده الترفيه يمشي يلعب كره، كاين اللي عنده الترفيه يمشي يخرج يتمشى. هاد الشيء هذا انت كانسان شنو كدير في نهارك من اجل هاد الترفيه؟ هاد الترفيه هو سكون نابيل لا جيستيون دو ستريس. راه ما نقولوا الانسان حيد لو ستريس، راه ما يمكنش نحيدوا لو ستريس. راه لو ستريس هو اللي مخليني انا دابا متحمس باش نعطي للمغاربه معلومات، باش نتقاسموا معلومات، من اجل واللي كيهضرني هو الوطنيه وحب هذا البلد. فانا بالنسبه لي تقدر يكون عمل فيه ترفيه. شنو معنى شي حاجه كنحبها؟ علاش اختي سكينه؟ لان كاين انسان رد الخدمه كيقول لك انا غادي تماره. شي الا كانت عندك خدمه تماره راه ما فيهاش الترفيه. وتخيلوا انتم في الخدمه دخل الترفيه. انا بالنسبه لي، أنا بالنسبة لي هذه الساعة مع المستمعين كنتسناها، بالنسبة لي إفادة ليا وإفادة للمستمعين،
وبالنسبه لي انا كندير شي حاجه اللي عاجباني باغيها، ما كرهت انا يكون مده طويله ونهضروا مع المستمعين ونهضروا هذه، علاش؟ واحد الحاجه كنحبها. ما كاين اللي كيدير اختي سكينه خدمه ما باغيهاش وسميها تماره. دونك هذا شنو خصو؟ خصو وسائل الترفيه. انا دابا غير من فقت حتى لدابا راه انا كنهضر عليا انا، ما يكون له واحد خصو يكون برنامج. كان عندي انايا برامج حتى وصل لهذا الوقيته باش ندوز انا ليميسيون. عاود كاين علاش؟ لان عندي محطات. علاش؟ لان الناس ملي كتكون انت في المسؤوليه ديالك، ماشي غيري انا في المسؤوليه ديالك، المسؤوليه بغاتك تكون اون بون سونتي، بغاتك تكون صحه جيده. باش تكون صحه جيده واستثمار، استثمار. باش نستثمروا خاصنا نديروا هذه الامور كامله. اذا اختي الكريمه لالرجي عطيتك بعض النصائح، في انتظار انك ترجعي ان شاء الله باذن الله للحلقه ديال الحساسيات، وان شاء الله لما لا نعاودوا نديروا حلقه على الحساسيه بمنظور اخر باش نذكروا المستمعين شنو اللي خاصنا نديروا. شنو الحل لكل الامراض؟ هو اننا نرجعوا للطريق الصحيح، نرجعوا نشدوا الطريق الصحيح باش كومسا هكايا ترجع لنا الصحه ان شاء الله باذن الله، والله يرزق الصحه للجميع. مرحبا. اللهم امين. ناخذوا معنا سي عمر من مراكش. صباح الخير يا سيدي سي عمر، تفضل. صباح الخير. اذا انقطع الخط. طيب لالا حسنه من فاس، صباح الخير يا لالا. لالا حسنه نقص الراديو، الله يجازيك بخير وخليك معنا في التليفون. تفضلي يا لالا. مرحبا. صباح النور. الحمد لله، بارك الله فيك. مرحبا بك، تفضلي. بارك الله فيك. مرحبا اختي حسنه. سي احمد، اشهد الله انني كل ما كنتناول داك الخبيز بخميره جلديه والله العظيم الا ديما كندعمك. كنقول كيوصل هذاك الدعاء اختي حسنه. انا والله لا شوف، اشهد الله ان الدعاء ديالكم كيوصل، قسما بالله ربي راه عليا شاهد. الله يكرمكم. الله يكرمكم. مرحبا. الله يجازيك بخير. واحد جوج الاسئله. الله يجازيك بخير. كنت ديجا انا ديجا في دو فوا ولا تخوا فوا كان على نوسني، وكنت قلت لك شنو هي المسائل اللي يمكن لي ناكلها او اللي يمكن لي نحيدها باش تحسن عندي شويه داك حاسه الشم علي، انني شي مرات هكا غير الام بروفيس كتجي وكتعاود تمشي، كتجيني هكا شي مره وتعاود تمشي. شوف هذاك اختي حسنا، هذيك الحاسه الشم انها كتجي نعم. السؤال الاول والسؤال الثاني باش نخليك تجاوب استاذ على خاطرك، الله يجازيك بخير. نعم. والسؤال الثاني على داك الشوكه العظميه، داك الشوكه العظميه في رجلي، ودابا في الاول كنت ما كنحسش بالحريق، مي دابا ما كنقدرش نوض في الصباح، يعني كيخصني شويه ديال الوقت، وهذا باش عاد كنقدر نمشي، ولكن ملي كنمشي عاوتاني كتعطيني واحد الحريق بزاف، ما كنتش كندير حتى ليزاكتيفيتي ديالي نتاع شاك جوغ كيف كنت من قبل، وكنفكر طبيعه الحال نمشي للطبيب، ولكن بغيت غير نعرف شنو هي المسائل اللي نقدر ناكلها تكون طبيعيه باش باش نقص شويه من هذه الشوكه العظميه. والله يجازيك بخير. واخا نجاوبك ان شاء الله. مرحبا. 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 شوف اول حاجه نبدا بالسؤال الثاني. السؤال الثاني هو داك الشوكه العظميه، باش يعرفوا الناس شنو هي الشوكه العظميه. الشوكه العظميه راه باينه، كتكون بحال الشوكه، كتكون في الرجل، كل بلاصه كل واحد وعنده فين، وبحال لا فخشات، بحال شي واحد كيدقك في هذاك المكان. يعني مساله ميكانيكيه، مسألة ميكانيكية. دونك شنو غديري أختي الكريمة حسنا؟ كاين ضروري تشوفي مختص، تشوفي تروماتو. كاين حلول كثيرة، منها هذاك السميلات، ممكن يداروا سميلات اللي ممكن يخفوا، لأن شوف لأن كيبقى مشكل ميكانيكي، والجسم ديالنا ما خصوش يبقى بحال مثلا مثلا شي صبع مثلا عندك ولا شي يد مثلا كتحكها في شي بلاصة، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا راه غتحمر وغتصلب وغتولي قاصعه وغتولي هذه، يعني مشكل ميكانيكي. دونك شنو خاصك اختي حسنه؟ ضروري المراجعه ديال تروماتو اختصاصي في العظام، يشوف معك واش دار السميله، واش دار مثلا كي بعض المرات كيديروا ديزانجيكسيون بعض المرات، دونك هذا كيبقى مشكل ميكانيكي. لكن من غير هذه المساله هذه الجانب الغذائي مهم جدا. علاش؟ لان يعني قلت لكم انايا النظام الغذائي، نهار هضرنا على الكالسيوم باش ما يكونش عندنا دي كالسيفيكاسيون على مستوى بعض الاعضاء ويخرجوا مثلا بعض الامور اللي هي يعني فوسفات دو كالسيوم او لا كربونات دو كالسيوم وتعطينا هذه المشاكل هذه. فالنظام الغذائي كيبقى مهم جدا. علاش؟ لان بعض المرات كيكون مشاكل في الغده الدرقيه واللي كتعطينا مشاكل في الميتابوليزم، عمليات الايض
ديال الكالسيوم اللي كيعطينا بعض المرات كيساهم في ظهور هاد الشوكات اللي تؤرق الناس صراحه وكتخلي الانسان في الحياه اليوميه ديالو ما يديرش بزاف ديال الانشطه. فيما يخص حاسه الشم، حسنا نهار هضرات معنا كان ما عندهاش حاسه الشم. شوف التحسن اختي حسنه، انت دابا كتجي وكترجع كتجي وكترجع، دونك هذا على الاقل راه مؤشر ايجابي. فاستمري مع المختص ديالك في لو كونترول، نظامك الغذائي والنمط الصحيح. شوف الحياه اليوميه ديالنا فيها اصوات، وكل صوت عنده الموجه ديالو. علاش ملي كيغوت حداك شي واحد تقول له عافاك راه راس ضعتي لي راسي؟ علاش؟ حيت هذيك الغوته ديالو فاتت موجه التحمل، وبالتالي التامل وفي الدار وناخذ واحد الوقيته ونجلس مع راسي كنهبط هذيك الموجه، وكتولي ذاك الموجه مهمه جدا في انني كنرتاح، وهذا الشيء كيساهم في اننا نرجعوا هذيك الحاسه ديال 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 الشم، لان بزاف الناس مشات لهم خاصه بعد الجائحه. مي راه كترجع، ثقوا بيا لك كترجع بعد مره. تعرفوا الناس بلي حنا كنحلوا باب الامل دائما، كنقلبوا على الحروف من الم الامل، وبالتالي الله يرزق ان شاء الله للجميع الصحيحه ديالو. ونتمنوا كما كنقولوا دائما لا يحرم شي حبيب من الصحيحه ديالو، ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقايه خير من العلاج. مشكور جزيل الشكر استاذي، واكيد انه المواعيد متجدده بك باذن الله ان شاء الله. غدا شكرا جزيلا لك. كان معنا ومشرفنا بطبيعه الحال استاذ محمد احنيمي، اخصائي التغذيه.